هل حملات المقاطعة يمكن أن تكون حلا لتخفيض الأسعار في مصر؟ والله موضوع مهم بصراحة، برضو موضوع الساعة، موضوع الساعة، لأنه رفع الأسعار ده عملية مزاجية. الست اللي بتبيع الجرجير والفيل والكرات، انت بترفع السعر ليه؟ عشان الدولار ارتفع. طب انت مالك انت؟ ما هو ده بيجي من الغيط. يعني امزجة الناس هي اللي غلت الحاجة في مصر. النهاردة في تجار بيبيعوا اللحم ب 200 جنيه في البدرشين، هل ممكن تاجر يخسر؟ لا. وناس النهاردة بيبيعوا اللحمة ب 250 جنيه في البدرشين برضه، معناه ايه؟ معناه ان القضية مش في ايد الدولة، احترام للدولة يعني، القضية في ايد الشعب. الشعب ما عندوش رحمة على بعض. لما تنزل مثلا شارع في البدرشين هتلاقي جزار بيبيع ب 200، واللي في ريحه 250، واللي في ريحه ب 400. معناها ايه؟ ان الناس هي اللي بتسعر وهي اللي بتبيع، والدولة في عالم تاني. طب ما طالما لما نبيع اللحمة ب 250 ونكسب، يبقى يطلع على طول قرار من فخامة الرئيس أو رئيس الوزراء، اللي هيبيع اللحمة بأكتر من 250 هيتحاسب، هيتحبس. لا، ما حصلتش عندنا، ما حصلتش عندنا. وده وأنا بقى بتكلم عشان أوصل لهذه النقطة، واتكلمت عنها كتير قبل كده. المقاطعة ليست هي الحل لمشكلات مصر. مش المقاطعة للمنتجات بتاعتنا، يعني مثلا بلاش ناكل سمك، بلاش ناكل لحم، خليها تعفن، خليها تنتن زي ما بيقولوا يعني. طب هو ده الحل؟ لا، مش الحل. انت غلطان بسرعة انك بتأذي بيوت مفتوحة. هو واحد عنده محل سمك، ما يعني مفعول به، مش فاعل، مفعول به، بتجيله عربية السمك لغاية عنده، البلطي ب 100، البوري ب 200، مش عارف ايه، كذا كذا كذا. الراجل اللي غلى ولا رفع؟ امال بقى مين اللي سعر؟ المنبع. ارجع بقى للمنبع، هات بقى في وزير للتموين، وفي مأمور تموين، وفي مأمور أغذية، وفي فين شغل الناس ديت؟ محصلش. انا عايز حد يتصل بيا دلوقتي ويقول لي انا معايا قائمة اسعار لأي حاجة في مصر. أي حد يتصل بيا حاليا وتليفوناتنا قدامكم يقول لي أنا معايا سعر كذا، أنا اللحمة بتتباع في مصر بكذا، والله ما يحصل. ده لها 1000 سعر، وهي نفسها اللحمة. لكن ما فيش ضابط يضبط. المقاطعة بتأذي ناس غلابة، لكن الحل الشرعي في المنبع. المنبع زي فخامة الرئيس الوزراء، ما قاعد مع الناس التابعين له وتشغل نفسه 3 ساعات، وقاعد يعمل شريحة قطع الكهرباء في الشرقية، في بلدة كذا الساعة كذا وكذا الساعة كذا. ده ما انت فاضي اهو، انت ما تعمل لنا بقى فخامة الرئيس، رئيس الوزراء، ما تعمل لنا بقى بيان بالأسعار، كتر خيرك، بالجملة، بدل الاجتماع ما هو ساعتين خليه كمان 6 ساعات، وادينا بقى باقي الأسعار كده وفرحنا. ويبقى اللي يزود عن الأسعار اللي فضلتك عاملها، اللي فخامتك عاملها، تحشه. ما حصلش. اللي احنا نعرفه عن الدولة ان هي منزلة قائمة بقطع التيار الكهربائي، سمعنا وطعنا على راسنا. طب ما تفضلوا علينا كمان وتدونا وقتين
من وقتكم، بلاش كده، ادي تعليمات لكل محافظ ينزل في المحافظة بتاعته بيان بالأسعار يلزم بها الناس، بيسموها بقى الحكومة اللامركزية. احنا ما عندناش الكلام، احنا حكومة مركزية. فطبعا دي الحلول اللي احنا بنبحث عنها من المنظور الإسلامي، إن الله لا يزعو بالسلطان، إذا السلطان قوية يقدر يحبس، يقدر يسجن، يقدر يعتقل، يقدر ينفي، يقدر يعدم. إن الله لا يزعو بالسلطان ما لا يزعو بالقرآن. لما تلاقي واحد خالف وزي ما نزل كده ضابط ربنا يحميه في ليبيا قبل رمضان بشهر ومعاه كشف أسعار، ضابط الشرطة عادي صغير لسه ملازم، ونزل وماسك الكشف في ايديه وعربية الشرطة وراه، أنا عايز كيلو فاصوليا، مكتوب عنده الفاصوليا ب10 جنيه، أما اداله 15، قال له خده على الحبس. أنا عايز كيلو لحمة مكتوب عنده بكذا، التاجر خده على الحبس، خده على الحبس، حبس السوق كله. تاني يوم كل ليبيا انضبطت، عسكري 23 سنة يحل مشكلة الدولة. طب حد في مصر اللي هي 110 مليون حد عمل كده؟ انا لا بهاجم ولا بشكر ولا بمدح، ولا انا راجل مصري مستقل منتمي لله، انا بتكلم كراجل حريص على مصلحة الأمة. انت بتعمل مقاطعة بتأذي ناس غلابة، بتأذي الأضعف، الكبير ما بيتأثرش. فإذا أردتم حلا فليكن الحل في يد الدولة، والدولة قادرة وقادرة 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 وقادرة. ده لو مأمور بقى مأمور مركز والله يحله، والله لو مأمور مركز يحله. طب المأمور هينزل السوق عشان يراقب الأسعار، طب يا سيادة المأمور ايه المعيار اللي معاك؟ انت معاك سعر لأي حاجة؟ معهوش، والراجل معذور ما يقدرش يعمل. السلام عليكم. فانا بأناشد مرة واثنين وثلاثة اصحاب السيادة والفخامة والرئاسة في مصر، يا ريت يا جماعة تجودوا علينا وتنزلونا قائمة اسعار لكل حاجة صغيرة وكبيرة، واللي يخالفها يتحش، مش يتحبس، يتحش، يروح ورا الشمس، محبش يسمع عنه حاجة. خلال يومين هتلاقي الأسعار كلها نازلة بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لو ده حصل، انت مثلا هناخد سعر السكر، نشتري السكر هنا في الفردوس بكام؟ ب44 جنيه، ب42 جنيه، في كفر الشيخ ب27، في الشرقية ب35. يا جماعة ما ينفعش الكلام ده، ما يرضيش ربنا. مفيش آلية خلاص تايهة، كل يبكي على ليلاه. إن مرة تانية بنختم، إن الله لا يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن. إني أحتسب كلامي هذا عند الله سبحانه وتعالى، أنا أتحمل مسؤوليته، أنا الكلام اللي قلته على مسؤوليتي، أنا أتحمل مسؤوليته.